من السلبية للإيجابية، الأمر بسيط. في هذا الفيديو سنتعرف عن كيفية محاربة الأفكار السلبية والتحلي بالإيجابية لحياة نفسية وعقلية متوازنة. لذا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لتطوير صحتك ولياقتك وعقليتك. استعد لنظرة مختلفة ودعنا نبدأ. في وقت انفتح فيه العالم حتى أصبحنا نحمله داخل شاشة صغيرة، حيث تتجاوزت استخدامه حدود التواصل البسيط، ليصبح نافذة لتبادل الأفكار والتعبير عن الذات والأفكار. ومع هذه الانفتاحية الرقمية الواسعة، جاءت تداعيات سلبية تطرح تساؤلات عميقة حول تأثير هذه الشاشات الصغيرة على نفسيتنا، وكيف جعلت منا شخصا سلبيا يختبئ خلف تلك الشاشات. إن هذا التقدم الرقمي أصبح أحيانا عالما موازيا، حيث نشهد مظاهر حياة للآخرين بشكل مستمر، مما يفتح الباب أمام مقارنة حياتنا بما نراه أو ثقافتنا بالثقافات الأخرى، وهو ما يثير الشعور بالقلق وعدم الرضا عن الذات والشعور الدائم بتأخير تحقيق أهدافنا. إضافة إلى ذلك، فإن التعرض المستمر للمحتوى السلبي أو الضغط الاجتماعي عبر هذه الساحات الرقمية أو في حياتنا الاجتماعية يمكن أن يؤثر على حالتنا المزاجية ويعزز الشعور بالوحدة والانعزالية المستمر. وهنا يبدأ زيادة الوعي والإدراك في قدرتنا على حماية أنفسنا من التأثيرات السلبية التي تجعل من حياتنا غرفة مظلمة يصعب الخروج منها. ومن أهم وسائل الإدراك والوعي هي معرفة كيفية الحفاظ على إيجابيتنا الفكرية والنفسية، وكيف نستعيد الشخص الإيجابي المحبوس بداخلنا للتغلب على كل هذه المؤثرات السلبية التي نواجهها في حياتنا أو في شاشاتنا. إن التحلي بالإيجابية أمر مهم لكل منا، فهو نوع من الحفاظ على صحتنا النفسية. يكفي القول إن مجرد الحفاظ على صحتنا النفسية قد تحمينا من الإصابة بأمراض مزمنة أو تجاوز أمراض مزمنة. فالإيجابية ليست مجرد موقف، بل هي نمط حياة. فالقدرة على تغيير نظرتنا للحياة تجاه الإيجابية يمكن أن تحدث تأثيرات هائلة على حياتنا اليومية وصحتنا العقلية. لذلك يعد الحفاظ على إيجابيتنا أو السعي لها أمرا مهما لك ولصحتك ولبيئتك. دعونا نوضح ما هي الإيجابية. إن الإيجابية تعني ذلك الأسلوب أو التفكير الذي يرتكز على التفاؤل والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات اليومية، فضلا عن توقع النتائج الإيجابية وتجاهل التشاؤم، حيث تهدف هذه الطريقة الحيوية إلى جعل الحياة أكثر سعادة ويسرى، وبالتالي يصبح تحقيق الرضا الشخصي والإبتعاد عن القلق الذي يمكن أن يعيق الأفكار الإيجابية أمرا سهل المنال. ولكن لا تعني الإيجابية أيضا أنك تتجاهل التحديات أو الصعوبات في الحياة، بل هي تعني أن تتعلم من تلك الصعوبات والتجارب وتنمي رؤية متفائلة تجاه الذات والحياة بشكل عام. ولكن السؤال الأهم الآن، كيف تكون هذا الشخص الإيجابي؟ 1. الامتنان. الامتنان يعتبر أحد أهم العوامل التي تعزز التفاؤل والإيجابية لدى الأفراد مع مرور الزمن. حينما يقدر الفرد ما يمتلكه ويظهر امتنانه تجاه الأشياء التي تحيط به في الحياة، ينعكس ذلك على سعادته ورضاه الشخصية. يكمن السر في التركيز على الأمور اليومية التي تشكل نعما مثل الصحة والرزق وفرصة ممارسة الحياة. هذا الوعي بالنعم يساعد الشخص على فهم قيمتها ويعزز شعوره بالثراء الحقيقي في حياته، مما يزيد من حبه للحياة وسعادته العامة. 2. تغيير النظرة. كل شيء في الحياة له جانبين، حتى في أصعب الظروف، واختيارك للجانب الذي ترى منه يعكس رؤيتك سواء كانت سلبية أو إيجابية. لذلك لا تنظر إلى نصف الكوب الفارغ أو تبكي على اللبن المسكوب، فقط حاول أن تجد الجانب الذي يساعدك على التحلي بالإيجابية لتكون قادرا على اتخاذ القرار السليم في أصعب المواقف. لذا كن حريصا على العثور على الجانب الإيجابي والتركيز عليه. 3. اختيار البيئة الإيجابية. ينصح الشخص الذي يسعى لنمط حياة إيجابي باختيار البيئة المحيطة به بأشخاص إيجابيين. تلك البيئات الحاملة للطاقة الإيجابية تؤثر بشكل كبير في شخصيته وتسهم في تشكيل إيجابيته. عندما يكون الطبع الإيجابي معمولا به ومستمرا في البيئة المحيطة،
يتبدل شكل التصرفات السلبية وتتبادل الأفكار الإيجابية، حيث يصبح الأداء السلبي أمرا نادرا وغير مرغوب فيه، ولا مكان له بين مجموعات تتسم بالحيوية والإيجابية. يتغذى الفرد على تلك الطاقة ويتفاعل بها متقدما نحو الإيجابية شيئا فشيئا. 4. استخدم قانون الجذب. كما ذكر في كتاب The Secret، إن نشاطنا وأفكارنا بالإيجاب أو بالسلب تشبه المغناطيس، إننا نجذب ما نفكر فيه ونركز عليه بشكل مستمر. يعتقد مؤيد هذا القانون أن الفكر هو القوة التي تجلب لنا الأشياء التي نرغب فيها أو نتوقعها، سواء كانت إيجابية أم سلبية. بمعنى آخر، إذا كنت تركز على الأشياء الإيجابية وتعيش بتفاؤل، فمن المرجح أن تجذب المزيد من الأشياء الإيجابية إلى حياتك، والعكس صحيح. 5. عدم تضخيم الأمور. يوجد الكثير من الجوانب البسيطة في الحياة التي لا تحتاج إلى تفكير معقد أو حلول صعبة. يجب على الإنسان أن يسعى لتبسيط هذه الأمور وتحليلها بشكل يمكنه من السيطرة عليها ومواجهتها بصورة هادئة. فالتضخيم والتوتر يمكن أن يحد من الرؤية الصحيحة للأمور، مما يعيق القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة. لذا ينبغي للشخص أن يتمتع بالهدوء وأن يعيد التركيز على الواقعية في المشكلة أو الموقف الذي يواجهه. هذا يمكنه من التفاعل بحكمة ويسهل التعامل مع الأمور بشكل أفضل. 6. تقبل نفسك كما هي. إذا لم تحدد المشكلة، فلن تتمكن من تغيير نهجك وتفكيرك. يمكن لقبول الأفكار والمشاعر السلبية والاعتراف بأنك غير راضي عن طريقة استجابتك لها حاليا أن يكون بداية التغيير. حاول ألا تحكم على نفسك بناء على أفكارك ومشاعرك، إنها مجرد أفكار ومشاعر، ليست جيدة أو سيئة بالضرورة، بل هي مجرد أفكار. ما يمكنك التحكم فيها هو كيفية تفسيرها وكيفية الاستجابة لها. في النهاية، عندما نتحدث عن الطريق إلى الإيجابية، فلا يكفي أن نكون متفائلين فقط، بل يتعلق الأمر بطريقة نظرتنا إلى الحياة وكيف نتفاعل معها. إن الإيجابية ليست مجرد حالة مزاجية، بل هي فلسفة حياتية وطريقة نعيش بها لنتفاعل مع العالم من حولنا. تذكر دائما أن السعادة والإيجابية تبدأ من الداخل، عندما نستثمر في تطوير أنفسنا ونعتني بصحتنا العقلية والعاطفية، نميل إلى رؤية العالم بشكل مختلف. فالعقلية الإيجابية تعزز النمو الشخصي وتجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع التحديات بثقة وصلابة. لنجعل الإيجابية عادة يومية، فهي ليست مجرد هدف نسعى لتحقيقه، بل هي أسلوب حياة نحتاج إلى العمل عليه دائما. قد تكون الحياة مليئة بالصعاب والتحديات، ولكن كيف نتعامل معها يحدد كل شيء. فالقوة والقدرة على التغلب على الصعاب تكمن في الإيجابية التي نحملها في قلوبنا وأذهاننا. لنتذكر دائما أن الإيجابية ليست نهاية الطريق، بل هي الطريقة التي نختار بها السير في هذا الطريق. لنواصل بناء مسارتنا بالتفاؤل والحب والقوة، ولنكن دائما النور الذي ينير الطريق لأنفسنا ولمن حولنا. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتنضم إلى عائلتنا الصحية. نتمنى لكم دائما الصحة والسعادة والنشاط. إلى اللقاء.